يا هلا من هنا البداية، حياكم الله. وإلى العناوين: عبر تغريدة، الملك سلمان يدعو الله أن يرفع البلاء عن العالم. وتطبيق فرجت على جوجل بلاي يدار من خارج المملكة. مخالفون لمنع التجول يصلون الجمعة. شاركم مبارك، حياكم الله في حلة جديدة من يا هلا. كتب خادم الحرمين الشريفين عبر حسابه في تويتر: نحمد الله أن بلغنا شهر رمضان المبارك مبتهلين إليه عز وجل أن يتقبل منا صيامه وقيامه، ومتضرعين له بالدعاء أن يرفع عنا وعن العالم كل بلاء. ونسأل الله أن يجعل هذا الشهر شهر خير وبركة، وأن تكون فيه بشارات الأمل والسلام لشعبنا وجميع شعوب العالم. سجلت وزارة الصحة خلال 24 ساعة الماضية 1172 إصابة جديدة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 15102 إصابة، بالإضافة إلى تعافي 124 حالة وتسجيل 7 وفيات جديدة. صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف أعلنت تمديد وقف إطلاق النار لمدة شهر اعتبارا من الخميس 23 من أبريل 2020. أوضح المتحدث باسم المديرية العامة للسجون أنه تم نصب تطبيق يحمل اسم فرجت على متجر جوجل بلاي تتم إدارته من خارج المملكة، محذرة المواطنين والمقيمين من التعامل مع هذا التطبيق حفاظا على حقوقهم وأموالهم. أصدرت لجنة المخالفات الصحية بالطائف قرارها بإغلاق أحد المستشفيات الأهلية الكبرى بعد ملاحظة عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية على الرغم من التحذير السابق لها، ومن دون تحرك يذكر منها ما استوجب سرعة الإغلاق الكامل لها. أضاف تطبيق كل نام خيارا جديدا للبلاغات عن حظر التجول لقائمة بلاغات المرور والدوريات وأمن الطرق استمرار الالتزام بالتعليمات والتوجيهات الاحترازية. كشف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس عن تدشين منصة إلكترونية لتوزيع وتوصيل مياه زمزم المبارك إلى المنازل بالتعاون مع شركة المياه الوطنية. حددت وزارة الداخلية السعودية أوقات السماح بفتح نشاط المطاعم في شهر رمضان لتكون من الساعة 3 عصرا وحتى 3 فجرا. نقلت فرق الهلال الأحمر بجدة حالة ولادة حدثت في اللحظات الأولى من ليالي رمضان، وذلك بعد أن فاجأت ألام المخاض سيدة لتتم الولادة داخل المنزل عن طريق يسرتها، ومن ثم إبلاغ الهلال الأحمر والذي أوفد فرقة إسعافية تولت الاطمئنان على السيدة. انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لقاء طائرة الخطوط السعودية خلال رحلتها من لندن بكلمة من القلب ترحيبية بعودة المواطنين إلى أرض الوطن. نشاهد. اليوم والمتجهة بمشيئة الله مطار الملك عبد العزيز بجدة. يشاركني اليوم كابتن سمير بايسير وكافة زملاء الملاحين. وحيث الآن ندخل إلى أجواء حضن الأم، إلى بيتنا الكبير، إلى أطهر ثرى وأغلى تراب وأجمل وطن المملكة العربية السعودية. أتحدث معكم من القلب حديث الابن والأخ لكم. أنا اليوم وشعوري استثنائي مليء بالاعتزاز والفخر بوطني الذي أخدمه وشركتي التي أتاحت لي هذا الشرف العظيم أن أكون معكم في هذه الرحلة. وأود أن أعبر لكم عن سروري البالغ بعودتكم إلى رحاب الوطن الغالي، كما نشكر تعاونكم لمواجهة هذه الأزمة وتفهمكم للاحتياطات المتخذة حفاظا على سلامتكم. دام الوطن بخير ودمتم بصحة وعافية، وأعتذر بخدمة الوطن وخدمتكم.
جميلة هي مشاعر الفخر والاعتزاز بهذا الوطن. أعلمت صحيفة عكاظ من مصادر مطلعة عن صدور توجيهات تقضي بأن تقوم الهيئة العامة المحكمة العليا بتقرير مبدأ قضائي يكون مقتضاه عدم الحكم بعقوبة الجلد في العقوبات التعزيرية والاكتفاء بعقوبات أخرى. توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس ليوم الجمعة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق المملكة المختلفة. ولتفاصيل أكثر ينضم معنا عبر الهاتف الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية. حياك الله دكتور عبد الله. يليت تعطينا توقعاتك عن الطقس في مختلف مناطق المملكة تحديدا في شهر رمضان المبارك. أسعد الله ومساء الجميع. في الواقع على مستوى رمضان وثلاثين يوم ربما من الصعوبة بما كان أن يتنبأ الإنسان المتخصص أو الهاوي نظرا لأن التقلبات الجوية سريعة جدا وبالتالي بالكاد تصدق خلال 72 ساعة فضلا أن تصدق خلال 4 أسابيع. ولكن نقول بصفة عامة أننا ما زلنا في فصل الربيع وتبقى على فصل الصيف حوالي 57 يوما وما زلنا أيضا في موسم الأمطار لأن الأمطار في المملكة العربية السعودية تستمر حتى نهاية شهر مايو بمعنى أن رمضان هذا العام داخل في موسم الأمطار وبالتالي الحالات المطرية قد تظهر بين الحين والآخر في ربما النصف الأول والثاني من رمضان هذا أمر معتاد إضافة إلى أن العواصف الغبارية وموسم هذه العواصف أيضا في شهر أبريل من الأشهر المغبرة في الواقع وبالمناسبة أخي الكريم متوقع هذا الأسبوع بإذن الله تعالى أن تتكرر الحالات المطرية ولكن بصفة خفيفة إلى متوسطة خاصة في المنطقة الشرقية والرياض ونجران وأيضا الحدود الشمالية. دكتور اعذرني لو قطعتك لكن حالة الطقس إجمالا فيها تحسن خلال هذه الفترة كنا نشهدها يمكن في حالات درجة حرارة مرتفعة، هل هناك تفسير لهذه الحالة؟ في الواقع أن درجة الحرارة بصفة عامة بصعود تدريجي إلا إذا دخلت علينا كتلة هوائية معتدلة ستخفض درجة الحرارة كما هو في منطقة الرياض على سبيل المثال خلال اليوم الثاني والثالث من رمضان ومن ثم سوف تعاود ولكن بصفة عامة سوف يكون الأسبوع الثاني أحر من الأول والثالث أحر من الثاني وهكذا درجة الحرارة بتصاعد ونلفت الانتباه إلى أن هذا الأسبوع قد نتعرض لنشاط للرياح الغربية والشمال الغربي والشمالية الغربية المثيرة للغبار يوم السبت يوم الغد. شكرا جزيلا لك دكتور عبد الله المسند. انا اعتذر وقت انتهى. استاذ المناخ ورئيس لجنه تسميات الحالات المناخيه. فاصل ونعود. يا هلا من جديد. انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي حرب تصريحات بين الفنان حسن البلام والفنان طارق العلي الذي صرح بأن البلام من أحد خريجي شركته الخاصة. زين في عمل راح يجمعكم أنت مع البلام والعنان وخالد عجيرب؟ ما أعتقد خالد عجيرب ممكن بس يمكن البلام والعنان هم الآن شكلوا لهم مجموعة يعني يمكن الحين حسن أنا ترى فخور فيهم كلهم لأن هذا كلهم طلعوا من فروقي فلما تشوفهم ماسكين الساحة كإنتاج فتستانس أنت طالعهم يعني طالعهم هذين اللي طلعوا من عندك مثل المدرس أو المدرسة خرجت أجيال فمن سوري يعني من المعيب والخطأ اليوم يحطونك في منافسة معاهم لا ينافسون جيلهم ينافسون ربعهم اللي معاهم طلعوا. من جانبه نفى الفنان حسن البلام بأنه أحد خريجي الشركة الخاصة للفنان طارق العلي. نتابع. فيرحم والديك وخر عن طريقنا ولا تذكر اسمي ولا كأنك عرفتني أذيتني من قال لك أنا خريج فروقي
شنو هذول الشباب كلهم تخرجوا من فروقي؟ انا الحمد لله اسمي طيب وقبل لا تسوي شركه فروقي انت وين قاعد طارق؟ ترى كل المسرحيات اللي مثلتها معاك انا ترى هي 5 مسرحيات والباقي تاريخي كله مع داوود. مسرحياتي مسلسلاتي انا عندي برنت كامل، عندي مسرحياتي وعندي اللي معاك واللي مع داوود مطلعه من زمان، لان ادري فيك بالتماده. انا ماني تلميذ احد، انا تلميذ كل. واذا انا الحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى فضل هالجمهور الكريم حققت جمهور حققت نجاح فهذا بمجهودي وهذا بفني. داوود حسين اللي هو داوود حسين اللي من اول عمل انا معاه لين صرت نجم يقول حسن البلام وانا اللي طلعت اللي طلعته موهبته. بس كلام فاضي يا طارق الله يرحم والديك. رصدت صحيفة مكة المصلين من مختلف الجنسيات يؤدون صلاة الجمعة في أحد الطرق المؤدية للحرم المكي مخالفين بذلك قرار منع التجول وضرورة التباعد الاجتماعي. خلونا ناخذ تفاصيل هذا المقطع مع مصور المقطع أنس الحارثي اللي ينضم لنا عبر الهاتف. مساء الخير أنس، شهر مبارك. اهلا وسهلا، مساء النور يا استاذنا الفاضل. الله يحييك. كل عام وانت بخير والشعب السعودي بخير والقياده الحكيمه. وانت بخير. انا اعطيني تفاصيل المقطع هذا، وين صور ومتى؟ استاذ الكريم، تفاصيل المقطع هذا انا نيتي اروح اخذ لقطه للحرم وقت صلاه الجمعه فقط لا غير. وطلعت المنطقه حددت الزاويه، طبعا الخطه من البارح حددت الزاويه اني الساعة 12:30 أكون في الموقع هذا في منطقة جياد. فلما وصلت الموقع تفاجأت الطريق مقفل، هذول مخالفين نازلين من الجبال، ساكنين في جبال جياد نازلين من الجبال ويصلوا على صوت الحرم، بالرغم أن صوت الحرم كان ضعيف جدا جدا جدا. الصور اللي نشوفها بالمقطع هذه الكامل اللي يصلون ولا جزء منهم؟ هذول جزء منهم في الامام في اللفه إيه؟ في المنعطف في الكيرف ما هم باينين، فكان الوقت ضيق وما كان عندي الوقت المتسع اني اركب العدسة وكاميراتي فلقطت اللقطة على السريع بالجوال. وصار تواصل بينك وبين الجهات الامنيه؟ صار تواصل تقريبا بعد انتشار المقطع بنص ساعه لساعه كذا، تواصلت معي مسؤول امني وزاره الداخليه. نعم. زودت بالصور، زودت بالموقع، تجاوب كان سريع جدا جدا جدا. وأنا حاليا أكلمك من نفس الموقع، في الموقع يعني متأمن تماما. سبق أنك شفت مثل هذه المشاهد خلال الأيام الماضية أو خلال اليومين هذه؟ نعم. ولا بس هذا المقطع؟ لا، من ناحية الحرم هذا المقطع هذا، لكن في أماكن في حواري في مكة مليان فيها زي كذا كثير. شكرا جزيلا لك أنس الحارثي مصور المقطع، كذلك نشكر الجهات الأمنية لتجاوبها السريع كما ذكرت. بعد الفاصل ضيف يا هلا، ابقوا معنا. يا هلا من جديد. عملهم في مواجهة كورونا في الميدان بات بصمة للرقابة اليقظة، أبطال من نوع آخر وسط هذه الجائحة، فبين لحظات الفجر الأولى وساعات الليل المتأخرة يتواجدون ويترصدون كل من خرج عن خط الإجراءات الاحترازية أو سعى للتلاعب والغش في الأسواق. المستهلك خط أحمر، سيذكر التاريخ هذه العبارة وسنذكرها نحن السعوديين بعد أن تكون هذه الأزمة أثرا بعد عين بإذن الله بجهود المخلصين. أحد رجالات المرحلة على طاولة يهلا ضيفنا هو المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أو لوزارة التجارة عفوا، الأستاذ عبد الرحمن الحسين. حياك الله أستاذ عبد الرحمن، شكرا لحضورك وقبول الدعوة. الشكر والله لكم ولهالمقدمة الجميلة والبرنامج الرائع اللي قاعد يواكب الجهود الميدانية في هالمرحلة، وانتم فعلا كنتوا نجوم الاعلام في المرحله، ما قصرتوا في مواكبه هالتغطيات
وإبراز العمل الحكومي وتوعية المواطن. شكرا لك. هذا جهد المقل ويمكن ما يتوازى مع الجهد اللي تبذلونه. خلينا نبدأ عبد الرحمن اليوم احنا بعد دخول شهر رمضان المبارك نسأل الله أنه يعيده علينا بإذن الله وقد زال هذا الوباء وقد زالت هذه الغمة. نبغى نتحدث عن الرقابة على الأسواق في رمضان، هل هي ذات الآلية اللي تتبعونها في غير رمضان أو أنها تزيد تقل؟ أول شيء الشهر عليك مبارك إن شاء علينا الله وعليك يا رب وعلى مشاهدي روتانا خليجية، والله يتقبل منا ومنكم إن شاء الله الصيام والدعاء وصالح الأعمال. بدايتي بتكون سؤال لك وسؤال كل مشاهد، السفرة الرمضانية والمائدة الرمضانية اللي اليوم أفطرنا كلنا ما تغير فيها شيء، ما نقص فيها شيء، كل السلع والمنتجات اللي احنا متعودين نفطر عليها العام وقبل العام كلها موجودة، السنة هذه وفرتها أكثر وأزود ولله الحمد. عشان كذا احنا لما نقول أنه الحمد لله جاهزية خطة التموين لشهر رمضان المبارك مكتملة وحققت أعلى معدلات الوفرة، ما نقولها بس عند التلفزيون أو في حساب الوزارة في تويتر، تحققت هذه على كافة موائد الإفطار لليوم، والناس أفطروا وشافوا المنتجات كاملة الحمد لله عندهم. 90,000 جولة قامت بها الفرق الرقابية في كافة مدن ومحافظات ومراكز وهجر المملكة، هذه الجولات كلها تتأكد من أنه والله هذه السلع متوفرة، هذه المنتجات موجودة، المخازن المستودعات كلها مليانة اللهم لك الحمد خير وأرزاق. وهذه الأزمة ولله الحمد يعني كشفت الخطط الناجحة، كثير من الناس ما يعرفون أن دولتهم قاعدة تشتغل وفق هالخطط وفق هالسياسات. الأزمات مثل ما هي تختبر الرجال هي تختبر الأجهزة الحكومية، ولله الحمد الأجهزة الحكومية السعودية شكلت قصص نجاح سواء في الجانب الأمني أو الجانب الصحي، واليوم احنا نحكي عن قصة النجاح في جانب الوفرة وجانب التموين. 90,000 جولة رقابية كلها الحمد لله تحققت وتأكدت من وفرة السلع والمنتجات وكلها موجودة، إضافة إلى بدائلها أيضا موجودة. كان العمل على 4 محاور، المحور الأول التحقق من الوفرة، الثاني التأكد من استقرار الأسعار ومقارنتها وتحليلها بالأسعار الدول المجاورة والأسعار العالمية، المسار الثالث التأكد من عدم وجود أي مخالفات تجارية أو رفع متقصد الأسعار أو حتى وجود غش تجاري، المحور الأخير وهو التأكد من جاهزية المنشآت حتى تقدم خدماتها للمستهلك بشكل سليم. طيب إذا نبغى نتكلم عن الضبطيات، وهذا سؤال مهم حقيقة أبو تركي إذا تسمح لي فيه، إحنا نشوف عمل كبير جدا ساعات الفجر الأولى آخر الليل، فرق رقابية معها أيضا دعم من جهات حكومية أخرى. 90,000 هذا رقم مو بسهل، صحيح مو برقم من السهل أنه يمر. كيف تتم هذه الضبطيات؟ وش آلية، خلينا نتكلم من تبدون العملية، هل تبدون من البلاغ، هل تبدون من التقصي، كيف تتم العملية؟ الآن مثل ما أن هناك أناس يستهدفون أمنك الاجتماعي ويستهدفون اقتصادك ويستهدفون حتى استقرارك وأمنك وطمأنينتك في مواقع التواصل الاجتماعي، هناك أشخاص مخالفون يستهدفون وفرتك الغذائية ويستغلون هذه الأزمة في بعض المنتجات والسلع حتى يتكسبون من ورائها ويزعمون أنهم يفتعلون أزمة، وبالتالي في هذه الظروف يرفعون سعر منتج أو يغشون فيه أو يبيعونه أو يخزنونه حتى يرتفع سعره. يعني الاستراتيجية اللي تعمل عليها الأجهزة الرقابية في وزارة التجارة هي ولله الحمد أثبتت نجاحها في هذه الأزمة وفي غيرها. الشراكة مع المستهلك، الإبلاغ، التفاعل الفوري، التحرك والتكامل والتشارك مع الجهات الحكومية، الرصد الاستباقي، الجولات الميدانية التي لا تقف عند منشأة فقط. يعني أنا بعطيك أبرز القصص اللي بس تم ضبطها الأسبوعين الأخيرات. الفرق الرقابية كانت في جولة وهي جولة يومية على سوق الخضار والفواكه للجملة اللي في العزيزية، جولة اعتيادية، جولة اعتيادية يعني فطنة المراقبين وحدسهم، يعني هذا جانب مهم في ضبط المخالفات التجارية. فالمراقبين جزاهم الله خير أثناء مرورهم بجانب السوق لاحظوا وجود 6 شاحنات، شاحنات مغطاة بشكل كامل لا يوجد فيها أحد. عادة إذا كانت الشحنة مغطاة ولا يوجد فيها أحد وهي خارج سوق الخضار والفواكه معناها ليس لديها شيء لتبيعه، من يريد أن يبيع يذهب إلى سوق الجملة ويتم الحراج عليها بشكل فوري. يعني هذا الموضوع أوجد قلق وشك لدى المراقبين، رجعوا وقفوا عند الشاحنات، بحثوا ترصدوا حتى وجدوا بعض العمالة المخالفة، باستجوابهم وبوجود الجهات الأمنية تمت إزالة هذه الشرعة والغطاء عن هذه الشاحنات. 6 شاحنات تحمل
على بكرة أبيها محملة بالبصل ينتظرون أن يجف عرض السوق وتقل هذه الطلبات ومن ثم يبيعونه بسعر عالي. كان الهدف تجفيف الهدف هو العرض بعد أن تقل السلع المعروضة لزيادة ويستغلونه ويبيعونه بزيادة سعر يخبئونه حتى يرتفع سعره ومن ثم يؤثرون على حركة العرض والطلب. مباشرة تم ضبطهم وتم إعادة ضخ هذه الكميات الكبيرة في السوق ولله الحمد بشكل مباشر ولم يمضي عليها أكثر من 3 ساعات. ضبطية أخرى البعض يعني قد يشك وهم أغلبهم عمالة مخالفة أنه إذا تخفى وراء معرف إلكتروني وذهب إلى موقع ويعني كتب له في أي موقع إلكتروني أنه لدينا معقمات أو كمامات وباعها بسعر عالي يتصور أنه بعيد عن عيون الرقابة. لكن هناك فريق للرصد الإلكتروني في وزارة التجارة يرصد ويعمل مع هؤلاء ويمشي معهم حتى تكتمل حبكة الكمين حتى بعضهم يطلب مبالغ مالية ويتم توفير جزء منها. يعني إحدى هذه العمليات كانت قبل 3 أيام وتم ضبطهم الساعة 3 الفجر ويحاولون هم يواعدون عشان يتم الكمين يعني بشكل محكم. إحنا نقول له متى يناسبك؟ فيقول والله الساعة 2:30 PM. شخص تخفى وراء معرف إلكتروني وقال عندي 238,000 كمام وبيبيعه بأضعاف السعر اللي يباع فيه في السوق يستغل هذه الأزمة. رجال الرقابة تقمصوا شخصية مستهلك يبغى يشتري قال لهم أبغى 400,000 قالوا مبلغنا جاهز واعدوه. عندما جاءوا إلى المكان الحمد لله تم ضبطه بمساعدة الجهات الأمنية تم ضبط يعني حوالي 250,000 كمامة تم ضبطها وتم القبض عليه وإيداع الجهات الأمنية وإعادة بيعها في السوق. هنا سؤال مهم جدا أستاذ عبد الرحمن يمكن التساؤل اللي يطرح هؤلاء الأشخاص هل هم يعني هل يعملون ضمن تكوين شبكي عصابي أم أنه هذا يطرأ مع الأزمات؟ يعني اللي أقصده هل هؤلاء يعملون بشكل منظم من السابق ولا بالفعل الأزمة هي من خلقت هذا التكوين؟ حسب المحاضر التي تم ضبطها لأغلب هذه المخالفات هي يعني استغلال طارئ الأزمة لا نستطيع أن نصفها بعصابة منظمة. هي استغلال طارئ الأزمة حتى بعضهم يعني لهم علاقة بصيدليات فيأخذوا من مخزون هذه الصيدليات ويبيعون في السوق السوداء. لذلك ولله الحمد كلها يتم كشفها يتم ضبطها يتم التعامل معها بحزم ومثل ما تفضلت في البداية حماية حقوق المستهلك خط أحمر الضرب فيه بيد من الحديد. كثير هي القصص كثير هي المواقف لذلك واحدة من الركائز الاستراتيجية اللي تعتمد عليها وزارة التجارة في حماية المستهلك وضبط المخالفات هو الشراكة مع المستهلك. أحد المواطنين كان يمشي في جدة لفت انتباهه أنه والله فيه عمالة قاعدين يشيلون أكياس بطاطس ويحطونها في مستودع منزلي. الرجل الساعة 10 الصباح اتصل على هاتف 1900 الفرق الرقابية تحركت أبلغت الشرطة أبلغت أمانة جدة تم التكامل ما جت الساعة 1 الظهر إلا وتمت مداهمة هذا المستودع. كان فيه 7 أطنان من البطاطس وكان فيه 650 كيلو من البصل كانوا يرغبون بتخزينها وبيعها بفترات لاحقة عندما يخف العرض في السوق ويستغلون نقص المعروض ويبيعونها بسعر أعلى. من 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 وين تأتيهم المصادر هذه؟ يعني 7 طن من البطاطس من وين يأخذونها؟ من مزارع محلية مستوردة من الخارج ويتم تخزينها لمرحلة معينة؟ طبعا كل حالة يتم ضبطها يتم التحقق منها يتم إحالتهم للنيابة العامة. بعضهم ضبطناهم يشترون من الأسواق بعضهم يشترون من محلات التجزئة بعضهم من الحراج بالجملة يظنون أنهم عندما يخزنونها أنه لن يعلم أحد بذلك لكن الفرق الرقابية لهم بالمرصاد. تم ضبط هذه الكميات وهم الآن قيد التحقيق. كثير من الحالات تم ضبطها ولله الحمد بالشراكة والتعاون مع المستهلك وهذه ترى يا جمال يعني تحقق شعار المرحلة اللي احنا قاعدين نعيشها الآن. كلنا مسؤول المواطن مسؤول رجل الرقابة مسؤول كل شخص مسؤول فيما يخصه. عشان كذا دائما احنا نناشد المواطن والمقيم إذا شاهدت أي عملية تشعر أنه خلفها تخزين لمواد غذائية تشعر خلفها غش تجاري تشعر خلفها عمليات رفع مفتعل للأسعار بدون مبرر تواصل مع وزارة التجارة. لا شك أنه أنتم كنتم محفزين جدا يعني للمستهلك أن يكون شريك معكم بهذه الأدوار
أستاذ عبد الرحمن، لكن أرجع لنقطة المتاجر الإلكترونية. الطلب ارتفع بشكل كبير، يمكن نتفق على هالشيء في المتاجر الإلكترونية، خصوصا مع الالتزام العالي من قبل المواطنين اليوم اللي نشوفه، حتى المقيمين تجاه التباعد الاجتماعي ومنع التجول. المتاجر الإلكترونية لأي مدى ارتفعت بالفعل البلاغات فيما يتعلق بالمتاجر الإلكترونية، وعلى أي قطاع فيهم؟ ملابس، إلكترونيات، وين بالضبط تركزت؟ خلال الشهرين الماضية زاد الطلب على المتاجر الإلكترونية، تعرف بسبب العوامل والظروف اللي احنا نعيشها في هذه الأزمة، المتاجر مغلقة، منع التجول قائم، لذلك الخيار البديل للمستهلك هو خيار المتاجر الإلكترونية. خلال الشهرين الماضية رجب وشعبان ارتفع عدد البلاغات اللي وصلت وزارة التجارة على المتاجر الإلكترونية 400%. 400%، 4 أضعاف البلاغات عددها اللي وصلت وزارة التجارة 30,000 بلاغ. يعني أكثر البلاغات كانت على تأخر وصول المنتج، تأخر وصول المنتج. إحنا جمال نعيش ظرف وجائحة غير طبيعية، نعيش في ظروف استثنائية، كان هناك كثير من الاحترازات لحماية المواطن والمقيم، تم منع كثير من الأنشطة من أنها تزاول أعمالها حماية للمواطن والمقيم وحفاظا على سلامتهم، تم إقرار منع التجول حفاظ على سلامة المواطن والمقيم. هذا ظرف استثنائي، هذه قوة قاهرة، فكثير من المتاجر تعذر وصول هذه البضائع والسلع إلى المستهلكين. لذلك هذا الظرف احنا جلسنا مع كثير من المتاجر، جلسنا معهم، اتفقنا على جدولة ما يمكن جدولته وإثبات حق المستهلك في هذا. من حق المستهلك إلغاء عملية الشراء وإعادة المبلغ الذي دفعه، إذا كان دفعه عبر بطاقة مدى يتم إعادة المبلغ له فورا، إذا كان دفع المبلغ عن طريق البطاقات الائتمانية يتم إعادة المبلغ له خلال 14 يوم من تاريخ إلغاء العملية. وفي حال أنه والله المبلغ ما وصل أو تأخر من المتجر، إحنا بالشراكة مع مؤسسة النقد وتم التفاهم مع مؤسسة النقد في هذا الجانب، مؤسسة النقد تستقبل بلاغات في حال تأخر وصول المبالغ المالية اللي دفعها المستهلك. لذلك من حق المستهلك أنه يأخذ المبلغ اللي دفعه ويرجع له وفق المدة النظامية. تجدون أبو تركي اليوم، تجدون أنه قد يكون في حاجة مستقبلا أو قد تلجؤون مستقبلا إلى، ما أعرف إذا كانت هذه عندكم أو عن جهة أخرى، لكن هل تجدون أنه من المناسب أن يتم الاستعانة بالوسائط الإلكترونية للتوصيل؟ يعني شفنا كثير من المقاطع وكثير من الدول تستخدم الروبورت، تستخدم الدرون في قضية الإيصال. إلى أي مدى هذا ممكن عندنا في تطبيقات المتاجر الإلكترونية؟ طبعا جمال، كل الحلول، كل الخيارات، كل ما يضمن وصول المنتج أو السلعة للمستهلك هو مطروح. دائما وزارة التجارة تعمل مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، تعمل مع كافة الجهات المرخصة، وزارة النقل بحكم مسؤوليتها عن اللجان اللوجستية والعمل اللوجستي، كل الخيارات مطروحة في ذلك. كان هناك اجتماع قبل كم يوم، كان فيه معالي وزير التجارة، معالي وزير النقل، معالي وزير الاتصالات أيضا، لحل التحديات. وإحنا نعرف أنه في تحديات في عمل تطبيقات التوصيل، في عمل الشركات التي تنقل البريد وتنقل المنتجات وتنقل السلع. نعرف أنه أيضا هذه الشركات اللي عندها أساطيل وهي من ضمن الأنشطة المستثنات يواجهها تحديات. لذلك العمل على تحسين هذه الخدمات التي توصل هذه المنتجات والسلع يتم العمل عليها الآن، ويتم علاج التحديات التي تواجهها. نعرف أنها ما هي مرضية المستهلك، نعرف تمام أنها ما هي مرضية، ونعرف أنه يواجههم في أرض الواقع تحديات، يتم العمل عليها على أعلى مستوى، وبإذن الله يعني نستطيع خلال الفترة القريبة القادمة أن نحسن من هذه الخدمة مع الإبقاء على حق المستهلك في استعادة أمواله وفق المدة النظامية. جيد. طيب خلينا نروح الجانب مهم جدا، وأنتم في وزارة التجارة مع عدة جهات قمتوا بعمل حقيقة جبار فيما يتعلق في التستر التجاري خلال الأشهر الماضية. إلى أي مدى التستر التجاري كان له دور اليوم في هالأزمة؟ إلى أي مدى كان بالفعل عامل أسهم في، خلينا نقول، في الغش، في التلاعب؟ كيف انعكس اليوم على هالأزمة؟ جريمة التستر التجاري في المملكة يعاني منها الاقتصاد السعودي منذ عشرات السنوات، وكان هناك مشكلة حقيقية في السابق أن معالجة هذه الجريمة كانت موكلة إلى وزارة التجارة، ونحن نعلم أن هذه الجرائم الاقتصادية لا يمكن أن تقوم بمهام مكافحتها جهة واحدة. لذلك ولله الحمد مؤخرا تم إقرار البرنامج الوطني لمكافحة التستر. هذا البرنامج تعمل فيه 10 جهات،
من ضمنها وزارة الداخلية، مؤسسة النقد، وزارة العمل، هيئة الزكاة والدخل، كل الجهات ذات العلاقة بالأنشطة الاقتصادية والتجارية هي شريكة في هذا البرنامج. عندما نشاهد مخالفة تجارية عادة لا تأتي منفردة، عندما نشاهد غش تجاري خلفه عامل مخالف، خلفه تستر، خلفه أموال تذهب إلى طرق غير مشروعة، فهي سلسلة الجريمة التي هي دائما متكررة وتجد خلف التستر سلسلة من هذه المخالفات. لذلك ابتدأ البرنامج يعمل بشكل سليم. يمكن أنتم سمعتوا قبل كم يوم أنه تم إلزام كافة التموينات والبقالات في كافة مناطق المملكة بتوفير الدفع الإلكتروني، وإن شاء الله اعتبارا من يوم الأحد 10 مايو بيكون ملزمة كل التموينات والبقالات في جميع أنحاء المملكة أنها توفر الدفع الإلكتروني. يعني إذا دخلت تموينات، اسمح لي مقاطعتك، إذا دخلت تموينات يوم الأحد يوم عشرة صحيح، وما وجدت وسيلة دفع إلكترونية لي الحق أني أبلغ وزارة التجارة فورا ويغرم فورا إيه؟ وغير أنه يغرم، ما هو بس يغرم، يتم البحث في هذه المنشأة لماذا لم توفر أجهزة دفع إلكتروني، في علامات استفهام، علامات استفهام وهناك دلائل وشبهات التستر. عدم توفير أجهزة دفع إلكتروني وأنت ملزم بتوفيرها، هذه إحدى شبهات التستر. بدينا من 2019 في البرنامج الوطني مكافحة التستر، كان هناك إلزام في البداية إلى محطات الوقود وما يشملها من خدمات، مغاسل سيارات، بنشر، صيانة، كلها ملزمة من منتصف 2019. جاءت بعدها مرحلة ثانية اللي هي ورش السيارات ورش الصيانة، كلها ملزمة بتأمين الدفع الإلكتروني. جاءت بعدها في 1 أبريل الخدمات الشخصية، من مشاغل، من حلاقين، من مغاسل أيضا، كلها ملزمة بتوفير الدفع الإلكتروني. الآن يبي يكون عندنا في 10 مايو الإلزام للبقالات والتموينات. المراحل القادمة إن شاء الله يبي يكون فيها المطاعم، بيكون فيها الكافيتيريا، بيكون فيها كافة البيع بالتجزئة، البيع الملابس، يبي يكون فيها بيع الاكسسوارات، بيع الأجهزة التقنية، الهواتف، كل الأنشطة التجارية بحلول أغسطس عام 2020 ستكون ملزمة بأنها توفر الدفع الإلكتروني لكل المستهلكين. طبعا الهدف من إلزام هذه النشاطات التجارية بالدفع الإلكتروني، هل هو يعني لمحاصرة التدفقات النقدية والكاش اللي موجود، أو في أسباب أخرى؟ طبعا أهم سببين للتحول إلى الدفع الإلكتروني هو يعني تقليل التعامل النقدي ووضع هذا التعامل وفق إطار مؤسسي وأن يكون بدفع إلكتروني ومعرفة هذه الأموال أين تذهب. السبب الآخر هو محاصرة التستر التجاري، عندما تذهب هذه الأموال إلى الحساب مباشرة باسم صاحب المنشأة فهو يعلم كم دخل منشأته الحقيقي. عندما نترك هذه المنشآت تأخذ المقابل كاش، فإن صاحب هذه المنشأة لا يعلم كم المبلغ الحقيقي والفعلي الذي باع منه هذا الشخص المخالف الذي يشارك في هذه الجريمة، كم دخله اليوم وكم دخله الشهري. فهو يقنع في أغلب جرائم التستر التجاري ب2000 ريال يأخذها المواطن أو 3000 ريال شهريا، والدخل الأكثر يأخذ هذا المخالف المقيم. لذلك كل جريمة تستر تجاري ليس فقط فيها مقيم وهو شريك في الجريمة، بل فيها مواطن أيضا. لذلك عندما يقوم المواطن بمسؤولياته ويبتعد عن هذا السلوك نقضي على هذه الجريمة إن شاء الله، والمواطن يكون يمكن الحمل عليه أكبر، لأن صحيح. الموضوع له علاقة هي جانب من الخيانة صحيح. يعني بدرجة أو بأخرى. خليني أسألك عن جزء مهم جدا من بدء الأزمة. تركيا صدرت العديد من القرارات من قبل مولاي خادم الحرمين الشريفين، من مقام وزارة التجارة، من مقام وزارة المالية، من مقام صحيح. وزارة الموارد البشرية. كل الهدف الأساسي لكل هذه المبادرات كان تحفيز القطاع الخاص. أبي نأخذ منك فكرة مبسطة للناس، وش هدف المبادرات هذه؟ يمكن بعضها فيها تفاصيل فنية أيضا. المهم أيضا يمكن كثير من أصحاب الأعمال ما يعرف كيف يستفيد صحيح. ما يعرف وش الفائدة اللي ممكن يجنيها من خلال المبادرات. إذا كان ممكن نأخذ فكرة مبسطة عنه. طيب، القطاع الخاص هو في عين الدولة وهو شريك رئيسي في التنمية. ولو تابعت مرتكزات رؤية 2030 هي قائمة على تمكين القطاع الخاص وتحفيزه وأن يكون لاعبا رئيسيا في الاقتصاد الوطني، يخلق الوظائف، يساهم في الإنتاج، يعزز التنمية. لذلك مجمل هذه المبالغ التي رصدتها الدولة وهي حوالي 170 مليار، كان من ضمنها 50 مليار لتعجيل سداد المستحقات الخاصة بالقطاع الخاص، كان من ضمنها يعني برامج تمويل
وتحفيز للمحتوى المحلي، كان من ضمنها إعفاءات وتأجيل للرسوم الحكومية، كان من ضمنها أيضا تحمل لرواتب السعوديين العاملين في هذه المنشآت، كان من ضمنها عدد كبير من سلاسل تخفيف الأثر من هذه الأزمة. الاقتصاد العالمي كله وليس المملكة العربية السعودية تأثر من هذه الأزمة. نعلم أن هناك قطاعات، لما نحكي مثلا عن قطاع السفر والسياحة هو قطاع تأثر بشكل كبير، وهناك سلسلة كبيرة من القطاعات تأثرت. لما نحكي عن قطاعات أيضا هي أخف تأثرا أو يمكن تكون من القطاعات التي حققت يعني أرباح في هذه الأزمة، مثل بعض قطاعات التجارة الإلكترونية أو قطاع البيع بالتجزئة أو ما إلى ذلك. لذلك جاءت هذه المبادرات لتخفيف آثار هذه الأزمة على القطاع الخاص. هناك الآن فريق يعمل بشكل كبير جدا بالشراكة مع مجلس الغرف والغرف التجارية بشكل متكامل، من وزارة المالية، من مؤسسة النقد، من هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من وزارة التجارة، من مجلس الغرف، من 28 غرفة. وكان هناك اجتماع آخر هالأسبوع الماضي بحضور وزير التجارة ووزير المالية ومشاركة 28 غرفة تجارية. كان هناك لقاء للحديث حول هذه المبادرات اللي قدمت لتخفيف آثار هذه الجائحة على القطاع الخاص. ومثل ما كان يعني في حديث معالي وزير المالية الفترة الأخيرة، أنه كل ما كان هناك داعي لتقديم حزم تحفيزية أكثر ولتخفيف آثار هذه الجائحة فإن الدولة تعمل على رصد هذا الجانب. طيب خلينا أخذ جزء مهم جدا وسريع إذا سمحت لي، بمر معك على عدة جزئيات. الشائعات كان لها دور كبير جدا، كان في جهود كبيرة جدا من كل الجهات الحكومية، وأحد الأدوار اللي قمتوا فيها أنتوا أيضا في وزارة التجارة. مصدر هذه الشائعات، هدف هذه الشائعات، وش رسالتك اليوم للمستهلك؟ والله الشائعات هي أخطر ما يهدد الأمن الاجتماعي، وتزداد خطورتها عندما تصدقها وتقتنع بها وتمررها إلى آخرين. يعني قبل أجي للحلقة كان في جروبات في الواتساب تتداول وتتناقل مقاطع من دول مجاورة فيها عمالة يعني يسقون بالصرف الصحي بعض المزروعات، وجاي عليها تعليق أنه شوفوا يا جماعة أنتم قاعدين تأكلون من هذه الثمار اللي تسقى بالصرف الصحي. التشكيك في الأمن الغذائي، هذا تشكيك في الأمن الغذائي. أنا أتمنى كل مواطن لا يسمح لأحد أن يشكك في أمنه الغذائي أبدا، ولا يصدق مثل هذه الرسائل اللي تستهدف أمنك وتستهدف تشكيكك في ثقتك بإجراءاتك الحكومية اللي قاعدة تشتغل عليها الدولة، ولا الحمد لله مسنا أثارها في الأزمة. يعني مثلا مثل هذه المزروعات اللي في دول أجنبية أو دول مجاورة يقولون قاعدة تجيكم وهي مسقات بالمجاري. يعني أنا بس ودي أوضح شيء بسيط، لا يدخل أي غذاء إلى المملكة العربية السعودية إلا بعد أن يمر على سلسلة مختبرات هي الأعلى جودة على مستوى العالم. نعم. وتقيس معدلات التلوث، تقيس بقايا المبيدات، تقيس حتى مكونات المنتج نفسه إذا كان مطابق لما هو عليه في المواصفات القياسية السعودية. مختبرات بأعلى المواصفات في العالم، لا تدخل أي منتجات غذائية. لذلك اطمئنوا عندما تشاهدوا مثل هذه المقاطع، هي تستهدف تشكيكم، لكن أنتم اطمئنوا ولا تمروها إلى آخرين. بعد أن تمر هذه المنتجات الغذائية عبر مختبرات هيئة الغذاء والدواء، أيضا هناك مختبرات للأمانات تقيسها وتفحصها، ولا يصل إليك إلا منتج وهو سليم ولا الحمد بجودة عالية. الحديث معك لا يمل أبو تركي، شكرا جزيلا لك الأستاذ عبد الرحمن الحسين متحدث الرسمي لوزارة التجارة. سنبقى نتذكر أن المستهلك خط أحمر وأنكم تضربون بيد من حديد. شكرا لك، وشكرا لكل أبطال التجارة في الميدان اللي يعملون اليوم على الأمن الغذائي لكل مواطن ومقيم على هذه الأرض. شكرا جزيلا لك، وشكرا لجهودكم وحضورك معنا. والشكر لكم، وإحنا دامنا تحدثنا عن الوفرة والخير والله الحمد، بس لنا رسالة أخيرة. تفضل. دائما إحنا نقولها للمستهلك، الاستهلاك باعتدال، وما زاد عن حاجتك هو حاجة شخص آخر. لذلك في ظل هذه الوفرة الكبيرة ننصح بالاعتدال في الاستهلاك وعدم الهدر. شكرا جزيلا لك الأستاذ عبد الرحمن حسين. فاصل ونعود. حياكم الله من جديد. كاميرا برنامج هلا تواجدت في أحد نقاط الدوريات الأمنية لتنقل لكم الصورة عن كثب وتطلعكم على جهود رجال الأمن المتزامنة مع إفطار اليوم الأول من شهر رمضان المبارك. نتابع. لا شك أن رجال الأمن يبذلون الكثير من الجهود الميدانية في إطار الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية لمواجهة جائحة كورونا،
لا سيما في شهر رمضان المبارك. كاميرا برنامج يا هلا تواجدت في إحدى نقاط دوريات الأمن لتنقل لكم الصورة عن كثب وتطلعكم على تلك الجهود المتزامنة مع إفطار اليوم الأول من شهر رمضان المبارك. أولا نهني الجميع بحلول شهر رمضان المبارك، والذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال. بالنسبة لدوريات الأمن عملها مستمر من قبل رمضان وخلال فترة رمضان وما بعد رمضان، تسير دوريات رسمية وسرية تجوب جميع شوارع المدينة، الطرق الرئيسية والفرعية وكذلك داخل الأحياء. طيب عمليات الله يتقبل من الجميع إن شاء الله الصيام. نبدأ الزملاء الآن دخل وقت الأذان لتناول وجبة الإفطار من الزملاء. الآن الأذان بداية الإفطار، الزملاء يتأكدون من مواقعهم، كذلك الحالة الأمنية بالنسبة للفرق المربعات اللي ماخذين النقاط متمركزة، كذلك النقاط تفتيش. الآن وقت الأذان، الله يتقبل من الجميع إن شاء الله صالح الأعمال. إن شاء الله واضح عمليات. أما عن كيفية الإفطار فهي كالآتي. إحنا لابد أن تكون نتقيد بالتعليمات وإرشادات الوقاية من انتشار فيروس كورونا، بحيث كل زميل دوريات الأمن ورجال الأمن بصفة عامة لابد أن يفطر بمفرد الحالة، بحيث بعدم ضمان عدم وجود اختلاط البشري وفي احتمالية لانتشار فيروس كورونا، كذلك التأكد من سلامة الوجبات المصروفة لنا من المرجع. وأنت تقضي وقتاً ممتعاً على مائدة الإفطار مع أفراد عائلتك، هنالك من يتناول إفطاره على مائدة الواجب. رجال الأمن فلهم منا كل الشكر والتقدير، وكل عام وأنتم بخير. حسن الرحماني لبرنامج يا هلا الرياض. الزميل حسن الرحماني كان في هذا التقرير الميداني مع رجال الأمن، ربما الشكر أيضا لا يفيهم حقهم أمانة لكل من هم على أرض الميدان، خصوصا مع دخول شهر رمضان المبارك. إلى هنا نصل إلى ختام يا هلا في حلته الجديدة، غدا نلتقيكم بإذن الله، إلى اللقاء.